وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تنظم الحملة الوطنية التحسيسية لفائدة مهنيي الصيد البحري ومربي المائيات حول معايير السلامة والأمن البحريين. أخي الصياد، في رحلاتكم اليومية للبحث عن قوتكم اليومي تتعرض السفينة لعدة أخطار، أهمها نشوب الحريق وتسرب المياه. نحن هنا بقاعة المحركات، المكان الرئيسي لنشوب الحريق وتسرب الماء. سوف نرى مختلف مطافئ النار ومضخات شفط الماء. أخي الصياد، يجب أن تكون على دراية بمصدر الحريق لتختار نوع المدفأة التي سيتم استعمالها. على سبيل المثال، لدينا هنا مدفأة ذات مسحوق لإخماد جميع أنواع الحرائق، وهناك مدفأة بغاز ثاني أكسيد الكربون لإخماد حريق ذو مصدر كهربائي. أما فيما يخص مكافحة تسرب الماء، هناك مضخات ميكانيكية، كهربائية وملحقة. من أجل إرسال رسالة الاستغاثة، يجب ضبط جهاز الVHF على قناة 16 وإرسال رسالة ببروتوكول المتبع ميداي 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 مع ذكر اسم السفينة، موقع السفينة والخطر الذي تتعرض له السفينة، أو بالضغط مباشرة على زر الاستغاثة لمدة تفوق 5 ثواني. في حالة غرق السفينة أخي الصياد، الربان هو الشخص الوحيد المخول له بإسداء أمر إخلاء السفينة، وهنا يجب العمل في مجموعة لضمان نجاة الجميع، وهذا بتطبيق ما تعلمه الصيادين خلال حصص التكوينية والتطبيقية للسلامة والأمن البحريين. لأمنك وسلامتك أخي الصياد، يجب اتباع معايير السلامة والأمن البحريين. مدارس ومعهد قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية مفتوحة أمام كل مهنيين ومربي المائيات من أجل التدرب والتكوين في مجال السلامة والأمن البحريين.